بذور الشيا. بذور الشيا علشان الدايت وعلشان فوائد كتير. يلا في الفيديو ده نعرف فوائد بذور الشيا وبنستخدمها ازاي. متابعي الكرام، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. قبل ما نشوف الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير عشان نفيد ناس تانية. بذور الشيا من الحاجات الجميلة قوي اللي فيها بروتين، فيها الالياف الذائبة. الحاجات دي بتساعدني في ايه؟ طبعا الالياف دي معروف ان هي بتساعد على الشبع، بتدي احساس بالشبع. بذور الشيا دي لما بتدخل المعدة بتبتدي تمتص المية وتتنفخ وتدي احساس بالشبع، وكمان بتبطئ عملية الهضم. تمام؟ فبالتالي هنا بيحصل ايه؟ ان انا ممكن اقعد فترة طويلة مش جعانة او شبعانة، حاسة بالشبع. تمام؟ دي حاجة جميلة جدا بتساعدنا في الدايت. طيب، في بقى حاجات تانية اخرى مهمة، يعني هي مثلا ليها دور في تنظيم مستوى السكر، يعني بتخلي السكر ما يعلاش بسرعة، وبالتالي الانسولين ما يعلاش بسرعة، ودي فايدة الالياف اللي فيها. كمان فيها كمان مضادات اكسدة. مضادات الاكسدة زي ما احنا عارفين، مضادات الاكسدة دي طبعا زي ما احنا عارفين بتساعد في ايه؟ بتحسن صحة القلب، بتحارب الشوارد الحرة، بتقي من السرطانات والامراض اللي هي زي الالزهايمر والسكري من النوع الثاني وامراض القلب والكلام ده كله. تمام؟ طيب، صحة العظم برضو، لان فيها كالسيوم، فيها فوسفور، فيها مغنيسيوم، فكل ده مهم علشان صحة العظم. برضو بتقلل الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL، وبتعللنا الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL. ده بيؤدي الى ايه؟ بيساعد في تحسين صحة القلب، بيساعد في صحة الاوعية الدموية والشرايين، لان الكوليسترول لما بيبقى عالي بيترسب على جدران الشرايين وبيعمل ضيق في الشرايين، ومن هنا بقى بتبتدي يحصل الجلطات كمان والكلام ده هو. فبرضو دي ميزة كويسة لبذور الشيا، ان هي بتقلل الكوليسترول الضار وبتحسن الكوليسترول وبترفع الكوليسترول النافع. البشرة كمان بتستفيد من مضادات الاكسدة اللي موجودة في بذور الشيا. كمان بذور الشيا بتقلل حالة الالتهاب في الجسم، يعني احنا عارفين مضادات الاكسدة بتقلل من حالة اي التهاب في الجسم، فدي ميزة برضو حلوة فيها. يبقى احنا كده ناخدهم كده كلهم على بعض، ان هي بتساعد في صحة القلب، بتساعد في صحة العظام، طبعا بتساعدنا كتير جدا في الدايت في خسارة الوزن، بتساعدنا على الشبع، وبتخلي الاكل ما يخرجش يعني يخرج ببطء من المعدة، فبالتالي بحس برضو بالشبع فترة اطول طبعا. وهي كمان بتدينا طاقة لان هي برضو فيها بروتين. طيب انا هاخدها ازاي او هستعملها ازاي؟ انا باخد معلقة وبحطها مثلا على الزبادي، على الشوفان، مع اللبن، على السلطة، مع اي حاجة، وممكن اسيبها كمان من 5 لـ10 دقايق علشان تتنفخ كده من قبل ما انا ابتدي اكلها. وبعد كده بقى في المعدة هي برضو ايه؟ بتكمل امتصاص المية تاني وحجمها بيزيد وبتساعد على الشبع، وزي ما قلنا يبقى هي كده برضو ايه؟ بتساعدنا في خسارة الوزن. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. في النهاية بشكركم، اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.